لعب بالكورة. السنغال بطل لأمم إفريقيا على حساب مصر للأسف. دخلت السنغال قائمة المتوجين ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم يوم الحد عقب فوزها بلقب نسخة الكاميرون 2021 على منتخب مصر بركلات الترجيحية 4-2 لصالحهم في نهائي انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وحسم المنتخب السنغالي اللقب الإفريقي الأول له بركلات الترجيح، وسجل زملاء ماني 4 ركلات مقابل 2 لمنتخب مصر. المنتخب المصري الحقيقة عمل بطولة قوية بعد ما كل التوقعات كانت بتقول إن منتخب مصر هيخرج من الأدوار الأول، ولكن وصوله للنهائي كان ملفت الحقيقة ونتيجة إصرار اللاعيبة في الملعب. طيب لسه في فرصة تانية لمنتخب مصر أمام السنغال في تصفيات كأس العالم، وممكن تكون فرصة لتحقيق انتصار جديد وتعويض الخسارة أمام السنغال في كأس إفريقيا. كل التوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي إن شاء الله، نتمنى إن هو يفوز ويحقق نجاحات أكبر وأكبر ويفرح كل قلوب المصريين.